هي ذكرى أو خلينا نقول وقت اللي صارت فيه حادثة مؤلمة في تونس اهتز لها الرأي العام في تونس، وفاة طبيب شاب بدر الدين العلوي الله يرحمه في مسعد في حادثة مستشفى جندوبة الشهيرة تقريبا. بكري قلت أنا مازالوا أربع أيام، لا مازالوا شهر وأربع أيام تقريبا نعملوا ذكرى وفاته الأولى بدر الدين العلوي، نعاودوا نترحموا عليها الله يرحمه وينعموا شنو صار في الملف وقتها. نتفكروا أنه يعني قامت الدنيا وقعدت معناها بالعامية على الطبيب اللي مات في حادثة أليمة هي الحقيقة في سقوطه يعني من المصعد، اللي مكسر وقتها في مستشفى جندوبة، ورئيس الحكومة يتحول على عين المكان، وزير الصحة يتحول على عين المكان، جلسات مجالس جهوية للصحة، وعود يعني بإصلاح قطاع الصحة العمومية وغيره يعني من الوعود اللي وصلت للعائلة. باش نعرفوا احنا أكثر تفاصيل الوعود هذه نفذت أو لم تنفذ، ما الجديد في ملف الطبيب المرحوم بدر الدين العلوي؟ معنا مباشرة شقيقه ياسين العلوي لأكثر تفاصيل. أهلا وسهلا ياسين، صباح النور خويا. صباح الخير خويا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم على الاستضافة. مرحبا ياسين، ما الجديد في الملف؟ خلينا ساعة قبل ما نوصلوا للجديد خلينا نتفكروا يعني، ذكرنا شنو اللي صار وقتها بعد الوفاة، اللي شكون اللي جاكم، شنو هي الوعود اللي وصلتكم كعائلة المرحوم يعني؟ اللهم الحمد رسول الله، الله يرحمه ويجعلنا أهل الجنة إن شاء الله، وإن شاء الله يكون إن شاء الله يكون من أهل الجنة. بعد الوفاة كما شفتوا في الإعلام جانا رئيس الحكومة الأسبق الشيشي وزارنا في البيت وزار الوالدة عزاها في المرحوم الله يرحمه. وعد بشي كفل برشا أمور للعائلة، بشي تعويض معنوي ومادي للعائلة. من وقتها تقريبا ما صار حتى شيء. بعدها بمديدة صغيرة مع المنظمة النقابية أنت على ربيع الشبان بقيادة وقتها جد الهنشيري وصلوا بشي مع الشعب المظاهرات لهم في مقابل وزارة الصحة وفي مارس اللي فات، وتوصلوا في الأخر بشي يعملوا اتفاقية من بين بنودها انه يقع تسمية المستشفى المحلي الجهوي بقسرين الدكتور سيد بدر الدين العلوي، وباش يقع زاد تعويض معنوي مادي، راهي تعويض معنوي وتعويض مادي للعائله الوالده. هو المحضر جلسه هو قدام يعني، معناتها المحضر جلسه مصحح فيه وزير الصحه دكتور فوزي المهدي، كيف كيف يعني في امضاء الرئيس المنظمه التونسيه للاطباء الشبان جاد الهنشيري، وعن رئاسة الحكومة يعني أيضا ثم ممثل عن رئاسة الحكومة، ثم إمضاء عن رئاسة الحكومة. هو هذايا محضر جلسة بتاريخ 4/3/2021 من بين البنود متاعو تتعهد يعني الحكومة بإصدار تسمية المستشفى الجهوي بالقصرين باسم المستشفى الجهوي الشهيد بدر الدين العلوي، وينشر ذلك بالرائد الرسمي في أجل 3 أشهر يعني مارس من مارس اللي فات في أجل 3 أشهر باش معناتها يقع نشر التسمية بالرائد الرسمي ليومنا هذا، احنا في نوفمبر 2021 والتو ما صارتش. ثم زاد تتعهد الحكومة بصرف تعويض مادي استثنائي لعائلة الشهيد بدر الدين العلوي متمثلة في شخص انه السيدة يمينة العلوي يعني الوالدة ربي يفضلها بتعويضات في أجل 2 شهر هذايا اللي موجود دون يعني التعويضات القانونية الأخرى معناتها متاع الأسيرونس خطر فوق الخدمة وغيره. هذايا ما ثماش، ما صارش إلى يومنا هذا، ما صار منه حتى شيء. حتى البنود الأخرين اللي تابعين الخيان تابعين لطبيعة شبان ما صارهم حتى شيء، يعني أو كونتاكت معهم وإلى حد الآن كل شيء حبس. تبدلت الحكومة وجاء غيرها، حاولنا فمن دفوا نكلموهم نتصلوا بيهم نتواصلوا معاهم ونشوف كيفاش نفعلوا هالبنود اللي موجودة في الاتفاقية عليها شيء. ما بالعكس نقول كان رد حتى وزارة الصحة فمن دفوا نقابل سيد وزير صحة يا أخي قابلنا خلينا نشوف ونحكوا معاك، الوالدة تحب تقابلك. ما
ما اعطوناش حتى مواد. حاولت تتصلوا بهم شيء معناتها؟ ما حاولت، كتبت مطلب باش نقابلوا السيد الوزير، كلمناه بالتليفون بامال دو فوا، اوكي تو نكلموكم تو الموضوع الى يوم الناس هذا كيما هو. ما احنا نتفكروا يعني حتى ثم وضعيه اجتماعيه ياسين ميسالش نحكيو فيها، معناتها خاطر تحكيت وقتها في الاعلام ونعرفوا معناتها وقتها بدر الدين العلوي شنيا معناتها بيخدم وشنيا ظروف نتاع العائله، ومن بعد فجاه يعني شاءت الاقدار وقدر الله وقتها ما شاء فعل انه يتوفى في حادثه اليمه، رغم تلك الوضعيه ورغم تلك الوعود يعني، ولا هذه مش وعود، هذه معناتها اتفاقيه يظهر لي فتنا الوعود، خاطر اتفاقيه ممضاه ومصحه معناتها من عند فيها امضاء من عند وزير الصحه وعن رئاسه الحكومه، يعني فتنا مساله انه وعد شفاهي او معناتها باش نعملوا او باش نعملوا، لا هذه ثم بنود معناها ثم اتفاقيه بصحه، ورغم ذلك معناتها الى يومنا هذا ما صار حتى شيء وكأنه شيئا لم يكن. تحس ويظهر لي بأنه معناتها النجم يقولوا حتى الحادثة معناتها بار أنه فقدت أخوكم وذي ما يتعوضش، ما فقدت أخوك وذي ما يتعوضش، وفقدت أمكم وذي ما يتعوضش، لكن زاد اليوم يعني طبيب هكاك في ريعان شباب ويتوفى في حادثة كيما هكاك، يعني وكأنه كل شيء مشى هباء معناتها سوداء معناتها ضاع. استهتار كبير سامحني خويا من الدولة الوالدة، ما نحكي لكش على الوضعية اللي عايشتها. فعلا تحس اللي بدر الدين ولدها معناها مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة يموت، مرة الأولى هذيك وخلي توفى وخلي طاح في الأسانسير، لكن المرة الثانية وقت التجاهل، المرة الثالثة والرابعة كل وين حاولوا باش نبادروا باش نحكم على الحكومة اللي نلقوا الصد ونلقوا ما نسمعوش ناس تسمعنا، تسمعك صحيح يمكن بالتليفون ولا يقابلك فاس فاس مرة واثنين، لك ريال مول على الواقع ما تم حد شيء. علاش هذا؟ الله من يعرف. اليوم نطالبوا يعني ربي ما ناش ناس المتيسرين، ناس ضعاف الحال، يعني مربي بالوالدة، الوالد الله يرحمه توفى من عام 2000، الله يرحمه نعم، وهي وقتها بدر الدين ونجم الدين ضم الزوز التوامة الصغار خلاص يقبل هذه سنة ابتدائي 7 سنين عمارهم، معناها باش تفهم الوالدة يعني تكفلت و باش تقريهم الصغار باش ينجحوا باش يوصلوا، ووصل لبدر الدين وعمل ميديسين ونجح في الـ في الـ في الجيناليست، معناها كمل ليزيتون ولا وعمل سبيساليتي وبدا وناجح ما شاء الله، رو فعلا كان ورده سبحان الله. اليوم معناتها مطلبكم الاول والاخير انه نفذون الاتفاقيه، نفذون الاتفاقية معناتها طبعا. وناهيك زاد على القضاء او تو القضية تو الى حد باش نسألك كان معناتها المسار القضائي وين وصل زاد؟ ما راقد بطريقة عجيبة غريبة والله، ما فهمتش انا التقرير باش يخرجوه الخبراء باش يشوفوا شنو الوضعية. خرج لم يحكوا، خرج وصل عند قاضي تحقيق وزيد يقعد عند قاضي التحقيق ما شاء الله، ما نحكوش عاد الكورونا وغير الكورونا، وحتى بصراحه حتى التلك يعني ياسر بصراحه. المهم التقرير خذيناه ما عناش حكيت شهر التالي من نهار بدت القضيه تبعت حامل الوفاه. يعني مازال ثم بطء حتى في الاجراءات القضائيه بار ما كبير ياسر خلاص، كبير ياسر خلاص ما توصلناش لحد هذا. باهي واضح. دونك دعوه شنو تقول للمسؤولين ياسين خليل كلمه الختام، شنو تقول لهم شنو تحب توصل لهم؟ كل والدة بربي، كل والدة أرفوا بحالها شوي، تلفتوا لها كلموها وعطوها حقها المنطقي المعقول، مانيش طالبين حاجة من وراء الخيال، حق الوالدة. واضح واضح. شكرا ياسين العلوي، شكرا على كل هذه التفاصيل. ما صار شيء في ملف بدر الدين العلوي المرحوم الطبيب اللي توفى في حديثة جندوبة في حديثة المصعد الشهيرة قرابة السناء، حتى شيء ما صار في هذا الموضوع، والعائلة تطالب السلطات بالتدخل وتفعيل اتفاقية اللي تصحت منذ مارس 2021. شوية خرجينا معكم وزلنا احنا مواصلين في موجة صباح، ما تنساوش لحداش راو مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد موريتانيا في بطولة العرب، مباراة أكيد لل